الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأدلة في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم وأهله والمتدارسين لشرع الله عز وجل كثيرة جدا. فنسأل الله عز وجل أن يعمنا وإياكم بفضله وواسع رحمته، وأن يكتب لنا الأجر والمثوبة، وأن يجعلنا ممن غفرت ذنوبه ورفعت درجته وحطت خطيئته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وصلنا في التعليق على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى إلى الباب 75، وهو باب العفو والإعراض عن الجاهلين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الحلم والأناة والرفق، ذكر باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وذلك لأن مقتضى الحلم والأناة والرفق هو العفو والصفح والإعراض. أما من لم يكن على الحلم والأناة والرفق وكان ذا طيش وعجلة، فإنه يبعد عليه أن يكون من أهل الصفح والعفو ومن أهل الإعراض عن الجاهلين. وهذا والله أعلم هو سبب مناسبة ذكر هذا الباب بعد هذا الباب. وقد ذكر رحمه الله تعالى آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وقد مر علينا الكلام على بعض هذه الآيات في أبواب سابقة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية كما مر علينا أنها أجمع آية في معاني الأخلاق ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. فأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: خذ العفو. خذ العفو يعني خذ من كلام الناس ما تيسر، ولا تطلب منهم ما يشق عليهم، ولا تستوفي كل الحق. خذ العفو وأمر بالعرف، وهو الأمر بالمعروف، ويدخل فيه النهي عن المنكر، وأعرض عن الجاهلين. وهذا هو الشاهد لهذا الباب. والإعراض عن الجاهلين هو عدم محاسبتهم على ما يقولون وعلى ما يفعلون وما يقعون فيه من الأخطاء، بل إن الجاهلين يعرض عنهم. وكما قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي هذه الآية: وأعرض عن الجاهلين. فالجاهل يعرض عنه ولا يعاجل بعقوبة، لأنه كما قال سبحانه أنه جاهل، فيترك ويعرض عنه. ولعل في الإعراض عنه تربية له وزجرا له ودعوة له. ولذلك على المسلم أن يمتثل هذا الأمر الرباني الذي أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو للأمة عامة. وقال سبحانه: فاصفح الصفح الجميل. قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وهذه الآية فيها مهادنة الكفار، وهي منسوخة بآيات السيف، ولكن المراد
قوله سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. وهذه الآية فيها أمر من الله عز وجل لنبيه بالصفح، والصفح لم يكتفي سبحانه وتعالى بذكره بل ذكر وصفه وقال: واصفح الصفح الجميل. فالصفح لا يكون صفحا إلا إذا كان جميلا، وهذا هو أكمل الصفح. والصفح الجميل كما ذكر أهل العلم هو الصفح الذي لا يكون معه أذى ولا يكون معه عتب، بل يكون صفحا بلا عتب ولا أذى. واستنبط بعض أهل العلم منهم السعدي رحمه الله تعالى من هذه الآية أن الله عز وجل عندما قال فاصفح الصفح الجميل دل على أن الصفح الذي لا يكون جميلا أنه لا يمدح صاحبه، وذلك كما مر علينا كثيرا أن الصفح والعفو لا يكون إلا لمن يستحق الصفح والعفو، لقوله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح. فمن لم يكن في العفو عنه إصلاح فإنه لا يعفى عنه، كالمعتدي الظالم الذي لا يزيده العفو إلا علواً واستكباراً وإفساداً في الأرض، فهذا يعامل بالعدل، يعامل بالعدل ويعامل بالعقوبة زجراً له ولأمثاله. فهذه الآية قال: فاصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل الذي لا عتاب فيه ولا أذى. وقيل أيضاً الصفح الجميل هو الصفح الذي يكون في مكانه وفي موقعه. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في حادثة الإفك، وهي قصة عظيمة، ومنها هذا الموقف العظيم الذي حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مع مصطح بن أثاثة. هذه قصة عظيمة جدا، فيها من الفوائد العظيمة ما لا يسع المقام للكلام عليها بتفاصيلها. ولكن هذه القصة أن مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جميعاً، وكان من السابقين ومن المهاجرين، وهو مصطح رضي الله عنه قد وقع في عرض عائشة في حادثة الإفك، قد وقع في عرض عائشة مع من وقع بتلبيس المنافقين، فوقع في عرضها، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لأنه كان فقيراً، فكان ينفق عليه لقرابته ولفقره. فلما تكلم مصطح في عرض عائشة رضي الله عنها بالطبيعة البشرية حلف أبو بكر الصديق ألا ينفق عليه. فانظر إلى هذا الموقف العظيم والأمر من الله سبحانه وتعالى لأبي بكر الصديق خاصة وهي للأمة عامة. قال: ولا يأتل أولو الفضل، يعني لا يحلف أولو الفضل والسعة، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. انظر، يطعن في عرضه رضي الله عنه وأرضاه ويتكلم في شرفه، ومع ذلك يأتي الأمر من الله عز وجل لأبي بكر بأن يعفو وأن يصفح وأن لا يحلف أن لا ينفق. قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله بلى، إني أحب ليغفر الله لي. فتراجع رضي الله عنه وأرضاه عن حلفه، بل وأكد هذا الرجوع بحلفه ألا يقطع النفقة عن مصطح أبدا ما دام حيا. فلم يقطع بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه النفقة على مصطح، وذلك بسبب هذه الآية العظيمة: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه ومن غفر غفر الله له. وهكذا في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجزاء من جنس العمل. وخاصة في مثل هذه الآية أن مصطح رضي الله عنه أرضاه عندما وقع فيما وقع فيه في حادثة الإفك تراجع وتاب إلى الله، وقد أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، حد القذف، وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فكان من المناسب أن يعفى عنه وأن يصفح عنه رضي الله عنه أرضاه. فقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا
لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه الآيات جاءت في معرض ذكر المتقين الذين وعدهم الله جنات النعيم. قال سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن صفات أهل الجنة وأهل النعيم المقيم أنهم يعفون عن الناس، والله سبحانه وتعالى يعطيهم على عفوهم أنه يعفو عنهم سبحانه وتعالى ويدخلهم مع المتقين في جنات النعيم. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لا يقدر على الصبر والمغفرة لمن اعتدى عليه وظلمه إلا من أوتي العزيمة القوية الصادقة، لأن هذا الأمر فيه شدة على النفس، فلذلك لا يوفق إلى الصبر والعفو والصفح إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في سورة فصلت، قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه الفضيلة العظيمة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن كان على هذه الصفة العظيمة فقد فاز بالحظ الوافر والثواب الجزيل الذي اختص الله به لنفسه ولم يبينه لعباده من أجل تكثيره والحث على هذا العمل الصالح، وهو العفو والصف عن الناس والإعراض عن الجاهلين. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.